السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام المصري من قناة لوتس لاندسكيب. إن شاء الله النهاردة هنرد على استفساراتكم بخصوص مشاكل التربة اللي بتقابلكم في الزراعة. وكان معانا أول سؤال أستاذة سهير القطاوي، بتقول لما بشتري زرع جديد التربة بتكون متحجرة لا تشرب الماء بسهولة، الميزة الوحيدة أنها عند الجفاف بيبان عليها. طبعا التربة اللي تقصدها اللي هي المتحجرة دي، طبعا هي تقصد التربة الطينية، والتربة الطينية بتيجي من المشاتل أو في أغلب المشاتل اللي احنا بنلاقيها معروضة أو بتعرض النباتات في الشارع والكلام ده، بتبقى جاية التربة طينية طبعا لأن هي أرخص، فبالتالي بتيجي في الأسس التربة بتبقى طينية. طبعا التربة ديت مينفعش إن احنا نعتمد عليها 100% فقط لوحدها كده في الزراعة، لأن هي زي ما هي قالت بالظبط إن هي بتكون متحجرة. طبعا دي مش ميزة، متحجرة ديت وتعمل تهتك للجذور وبالتالي تدريجيا يسبب موت النبات أصلا، وهي مش ميزة إن هي بيبان عليها الجفاف خالص، وبالعكس يعني التشققات اللي بتحصل زي ما قلنا دي بتسبب تشققات بتاعة التربة نفسها لما بتجف بتحصل، فبالتالي ديت التشققات دي هي اللي بتسبب التهتك للجذور، خاصة لو النباتات ضعيفة كمان ما تستحملش أو الجذور بتاعتها شعيرات خفيفة. وحتى لو جينا بشوكة وجينا خربشنا سطح التربة حتى بعد لما بانت الشقائق ديت، هتلاقي ان تحت كمان لسه رطبة، التربة هتلاقيها لسه رطبة، مش هتكون نشفت من اول ما يظهر علامة التشقق، لا. فطبعا ما ننصحش خالص ان هي تتزرع في تربة طينية لوحدها، لازم نضيف معاها الرمل ولازم نضيف معاها محسنات التربة زي السماد العضوي وطبعا سماد السوبر فوسفات برضو مهمة جدا. طيب معانا، وطبعا هي كانت بتقول لا تشرب الماء بسهولة، طبعا التربة الطينية بتفضل محتفظة بالماء فترات طويلة، خصوصا بقى لو حيز بقى مقفول عليها زي الأسس اللي احنا بنزرع فيها، أو كلامنا كله أصلا دلوقتي عن الأسس. فطبعا مع الوقت طبعا لو هي لوحدها كده طبعا هيبقى في سوء تهوية، وبالتالي سوء تصريف للمية الزايدة، وبالتالي هيحصل عفن للجذور، فطبعا ما ننصحش بيها لوحدها، وزي ما قلنا بنضيف عليها محسنات التربة زائد الرمل لتحسين خواص التربة، وساعتها طبعا هتبقى تربة ممتازة جدا جدا. السؤال الثاني أستاذ هشام منصور بيقول ليه التربة الطينية في الأرض خصبة ولما نزرعها في أسس بتكون صلبة ولا تصلح للزراعة؟ هو طبعا محدش قال خالص إن التربة الطينية لا تصلح للزراعة في الأسس، يعني الكلام ده والمفهوم ده خاطئ تماما، بالعكس يعني التربة الطينية من أفضل أنواع التربة الموجودة على وجه الكرة الأرضية أصلا، يعني وفي ناس كتيرة بره مصر تحسدنا أصلا على التربة الموجودة عندنا دي. فهو احنا نزرعها في الاسس، يعني هي خصبه في الاسس وخصبه في الارض، يعني خصوبه التربه نفسها ملهاش علاقه هي في ارض ولا في اصيص، لها علاقه بالخدمه او بمحسنات التربه او بمحسنات اللي بتضاف على التربه، وبالتالي بدل ما تحكم عليه بقى هل التربه دي خصبه للزراعه ولا مش خصبه للزراعه. لكن عشان ناخد تربه طينيه من ارض زراعيه او من الارض بتاعه المشتل اللي بتلاقي التربه الطينيه دي، ممكن ناخدها مفيش مشكلة، لكن نعمل كذا معاملة، إن احنا ناخدها نفتتها خالص، نبقى تبقى ناعمة ما يبقاش فيها كتل متحجرة خالص، لا تتفتت تماما وتبقى ناعمة جدا، وبغربال نغربل التربة دي بحيث ينزل لنا منها التراب الصافي كويس، ولو في حجر أو حصى أو أي حاجات لسه متكتلة دي تفضل موجودة على الغربال ما ناخدهاش وما نستخدمهاش. تالت حاجة إن احنا ناخدها ونغسلها، وبنضيف على نغسلها بميه مغليه، يعني نضيف عليها ميه مغليه بحيث ان هي لو فيها بذور حشائش او فيها مسببات مرضيه او فيها يرقات او ديدان فايه تموت خالص. وبعد كده بنعرضها للشمس مثلا لمده 5 ل7 ايام في الشمس، على فرشه مثلا على مشمع او على اي حاجه، وتتعرض للشمس لمده 7 ايام، وبعد كده بناخدها وبنضيف عليها بقى محسنات التربه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو السماد العضوي، بنضيف عليها سماد سوبر فوسفات الكالسيوم، وبنضيف عليها الرمل. طب النسب بتاعتهم، احنا عندنا الرمل بنضيفه بنسبة 1:1، يعني الرمل والطين بنضيفه بنسبة 1:1، وممكن 2 طين و1 رمل، يعني حسب الإمكانيات المتوفرة عندك، يا إما 1:1 يا إما 2 طين و1 رمل.
طيب بالنسبة للكومبوست أو مخلفات الطيور أو اللي هو عموما السماد العضوي، بنضيف مقدار ربع كمية الخليط كومبوست، ربع كمية الخليط كومبوست أو سماد عضوي، يعني من 20 لـ25%، مفيش مشكلة. السماد السوبر فوسفات طبعا حسب اللي احنا هنزرعه، يعني حسب الوزن، يعني مثلا عندك لكل مثلا كيلو طين، مثلا كل كيلو طين مثلا ممكن نضيف عليه ما يقارب مثلا من 100 جرام سماد سوبر فوسفات، او لو عندك قصيص مثلا متوسط مثلا 25 سنتي، ممكن معلقة كبيرة ممسوحة وننصرها على سطح التربة ونقلبها بحيث تتقلب كويس مع سطح التربة بعيد الجذور، وتبدأ تنزل ويبدأ تتخلط بالتربة وتتجانس معاها مع المية ومع الوقت، خلاص الدنيا هتبقى كويسة. طبعا مهم ان احنا نضيف برضو، يعني يفضل خصوصا للتربة الطينية، ان احنا نضيف معاها في بداية الزراعة اي مطهر فطري، اي مطهر فطري زي الريزوليكس او توبسن ام، او ممكن الريدوميل جولد، او الكبريت الزراعي، او الكبريت الماكروني. كل الحاجات دي مفيش اي مشكلة في ان احنا نستخدمها في البداية كوقاية لو فيها اي مسببات فطرية موجودة في التربة احنا منعرفش عنها حاجة. تمام، عندنا تالت سؤال، استاذة ياسمين يسري بتقول التربة الطينية بتكون صلبة جدا قبل ريها، هل ده عادي للجذور؟ ما هي دي المشكلة برضو، نفس السؤال ده اتكرر كده معانا مرتين، هي دي نفس المشكلة، ان التربة الطينية لوحدها ما ينفعش نزرع فيها ويفضل عايش معانا النبات في القصيص ده، لا لازم نضيف عليها محسنات التربة اللي اتكلمنا عنها مع الرمل اللي اتكلمنا عنها في السؤال 2 والسؤال رقم 1. طيب السؤال الرابع برضو استاذة ياسمين يسري تقول زرعت أراولة في بيت موس لا يحتفظ بماء الري، كله بينزل من البوت. طيب هو لا هو البيتموس اصلا بيحتفظ بالرطوبه، يعني تربه البيتموس اصلا بتحتفظ بالرطوبه كويس جدا، يعني حتى من مميزات البيتموس ان احنا مثلا لو في شركات او مزارع بتصدر نباتات لبره مصر، يعني بتصدر نباتات بره مصر او احنا نستورد نباتات من بره مصر، بالعكس يعني بيوصى دايما ان احنا نكون زرعينها في تربه البيتموس عشان تستحمل المشوار السفر من بلد لبلد وتكون محتفظه بالرطوبه كويس عشان النبات ما يجفش مننا. فبالتالي لا، يعني هو البيتموس بيحتفظ بالرطوبه كويس جدا، هو لكنه سهل التصريف، يعني حضرتك مثلا لو زودت شويه ميه، مثلا المفروض مثلا القصيص هياخد مثلا كوبايه ميه، حضرتك لو حطيت كوبايتين ميه ما هو طبيعي ان الكوبايه الثانيه الزياده اللي حضرتك صبتيها هتروح نازله بسرعه جدا من اسفل القصيص، لان التربه نفسها هشه وخفيفه وتسمح بمرور الماء من خلال جزيئاتها بسرعة جدا، فبالتالي هو سهل التصريف لكن بيحتفظ بالرطوبة برضه كويس بين جزيئات أو بين حبيبات التربة. وطبعا بيتموس لوحده لأ برضه، يعني نفس الفكرة، احنا بنقول الطين لأ لوحده، برضه البيتموس ما ينفعش برضه لوحده، لازم برضه نضيف معاه المحسنات التربة، ودي حاجة تانية غير اللي اتكلمنا عنها، هي من ضمنها سماد السوبر فوسفات والكمبوست او السماد العضوي برضو مهم جدا نضيفهم، زائد الاهم بنضيف اللي هو الحجر الجيري، او بنضيف بودرة البلاط، او الجير المطفي، ده كله لازم يتضاف مع البيتموس، خصوصا لو كان البي اتش بتاعته من 5.5 واقل، يعني لو البي اتش اللي هي درجة حموضته او قلوية التربة بتاعت البيتموس من 5.5 واقل، يفضل طبعا ان احنا نضيف معاها الكربونات الكالسيوم او بودرة البلاط او الجير المطفي اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم او الحجر الجيري اللي هو اكسيد الكالسيوم، اي واحد من التلاتة دولت مهم ان احنا نضيفه على تربة البيتموس في حالة ان هي لو كانت 5.5 او اقل، بنضيفه بنفس فكرة السوبر اللي اتكلمنا عنها، ان احنا بنحط لكل كيلو بيتموس بنحط له تقريبا 100 جرام من بودرة البلاط، كل كيلو بيتموس بنحط له 100 جرام من بودرة البلاط و100 جرام من سماد السوبر فوسفات، والكمبوست او مخلفات الطيور زي ما اتفقنا ربع كمية الخليط كله، ربع كمية الخليط كله بنحط سماد عضوي سواء في صورة كومبوست او في صورة المخلفات الطيور المتحللة طبعا. وطبعا ممكن نضيف البيرلايت ما فيش مشكلة مكان الرمل مع البيتموس، او نضيف فيرموكلايت
مكان الرمل والبرلايت مع البيتموس، فده كله ما فيهوش اي مشكله، وهنتكلم عنه ان شاء الله في الاسئله الجايه بالتفصيل. السؤال الخامس، استاذه دينا وحيد بتقول ممكن حضرتك تعمل بوست عن النقاط او عن الاسئله ديت كل واحده على حده زي بوستات التسميد اللي نزلتها والعلاج؟ حاضر بامر الله. عايزين يعني ننزل سؤال والاجابه بتاعته في على يعني على هيئه بوستات على بيج او في جروبات اللي احنا فيها يعني. طيب السؤال السادس، ام بدر، بعطش التربه بالايام ومع ذلك لما ارويها بتصرف كل المياه من اسفل فتحات الصرف، اعالج المشكله دي ازاي؟ احنا طبعا السؤال ده يعني انا هتواصل مع حضرتك، اللي محتاج اعرف طبعا نوع التربه ايه، لان هو او يعني انا شخصيا مش فاهم السؤال قوي يعني. السؤال السابع، استاذ عيوش سليمان، ما عنديش معرفه كتير عن انواع التربه وشكرا على كل معلومه بتقدموها. شكرا لله. حاضر، يعني هنعمل فيديو تاني ان شاء الله عشان بس ضيق الوقت والاسئله كتيره، فهنعمل فيديو تاني خاص بس بانواع التربه او خلطات التربه المناسبه سواء لزراعه النباتات او زراعه العقل او البذور او الصبارات، يعني هنقسمها ان شاء الله تقسيمه كويسه وهنعمل فيديو خاص بس بخلطات التربه ان شاء الله. السؤال الثامن، استاذه سلمى سامح بتقول اولا فكره جميله جدا، تسلمي، ثانيا لسه جديده في الزراعه وعايز اعرف كل انواع التربه، وعايز اعرف قلويه التربه واملاح التربه وعفان التربه، وعندي تربه من ارض زراعيه مستعمله فيها جذور اتعامل معاها ازاي، وكانت التربه عباره عن كتل، ويعني ايه كومبوست، وشكرا. طبعا جزاكم الله خيرا. طبعا انواع التربه زي ما قلنا السؤال رقم 7 ان احنا هنعمل بوست عنه ان شاء الله او فيديو، مفيش مشكله نعمل فيديو عنه، فيديو مستقل يعني. اما بالنسبه لسؤال املاح التربه، طيب واحده واحده كده عشان ايه نطلع بفايده من نقطه الاملاح دي. هو طبعا قليل جدا ما بيحصل اصلا، يعني قليل جدا ما بتحصل المشكله دي، لكن في العموم نبقى عندنا ايه شويه معلومات عنها. الاول، الاملاح بتيجي من فين، او ايه الحاجات اللي بتيجي منها الاملاح او مسببات الاملاح؟ في كذا مسبب ليها. اولا ان الميه نفسها تكون ملح، الميه اللي احنا بنروي بيها الزرع تكون ملح، وفي طبعا نباتات بتتناسب او بتقدر تقاوم الاملاح لدرجه معينه، ونباتات تانية لا درجه قويه، وفي نباتات تانية حساسه جدا لاي زياده املاح ممكن تموت مننا، فده طبعا ما لناش دعوه بيه دلوقتي بس ده في العموم يعني. فعندنا مشكله الميه، عندنا التربه نفسها يكون فيها املاح، عندنا زياده التسميد الكيماوي بيزود نسب ترسب الاملاح في التربه، عندنا طبعا لو التصريف مش كويس جدا، لو التصريف بتاعنا مش كويس هيسبب تراكم الاسمده في الاسمده الكيماويه، هتتسبب مع الوقت تراكمها في التربه وبعد كده هتظهر برضه الاملاح تاني. اخر حاجه معانا في الاملاح ان طبعا ان احنا يعني حاجه مهمه جدا وكتير جدا مننا ما بيعملش الموضوع ده ومع الوقت بيحصل تراكم والنبات ممكن يموت مننا، هو عدم غسيل تربه القصيص. يعني ايه؟ يعني احنا على الاقل مرتين في السنه حضرتك تجيب الميه وتغرق بيه او تروي بيه غمر التربه بتاعت القصيص، بحيث الميه تنزل من التربه وتنزل وتعدي فتحات الصرف، وبعدها لما الميه تخلص نعمل كمان مره تانية الكلام ده، بحيث لو في اي املاح او اي رواسب موجوده تنزل مع مياه الصرف، والعمليه دي مهمه جدا نعملها على الاقل مرتين في السنه. لكن مش في كل مره نعمل الموضوع ده، يعني ما ينفعش كل ري اعمل كده. طب ما انت لو كل لما تيجي تروي مثلا كل يوم او كل يومين حسب بقى طبيعه النبات والتربه والجو عندك وكده، فلا، فلو عملنا الموضوع ده انك انت كل مره تروي لحد ما الميه ما تنزل من تحت، طب انت كده بتفقد الاسمده ومحسنات التربه اللي موجوده اصلا في التربه نفسها، فده ما ينفعش. الصح انك انت على الاقل مرتين في السنه ثلاثه انك تعمل النقطه دي، انك انت تغسل التربه غمر مرتين ورا بعض، تتغسل لحد ما تنزل وتغسل مره ثانيه لحد ما الميه ما تنزل. طيب دي كده بشكل عام المسببات بتاعه الاملاح. طيب ايه الاعراض؟ ازاي اعرف ان انا عندي النبات ده فيه املاح ولا لا؟ في كذا عرض طبعا مش كلهم، بس يعني الحاجات اللي في الغالب اللي بتكون موجوده
بعيدا طبعا عن التحليل، في طبعا حاجه اسمها تحليل ميه وتحليل تربه والكلام ده كله مالناش دعوه بيه دلوقتي طبعا. عندنا ان النبات بيبقى فيه يعني نمو ضعيف بشكل عام، النمو ضعيف مع انه بياخد اسمده وي وميه كويسه والتربه، لكن هو النمو بتاعه ضعيف بشكل عام وبيحصل له تقزم ما بيكبرش. ده كده اول حاجه. تاني حاجه لون الورق بيبقى اخضر داكن او اخضر مزرق، لون الورق بتاع النبات اخضر داكن او اخضر مزرق عن الورق الطبيعي بتاع النبات. تالت حاجه بيحصل برضو احتراق لحواف الاوراق، بتحول لونها الاصفر لبني او لاصفر زي اعراض نقص البوتاسيوم بالظبط، بتحصل برضو. رابع حاجه بيظهر زي لون ابيض على حبيبات التربه، متماسكه كده على حبيبات التربه لما التربه بتعطش. يعني لما التربه بتاعتنا بتعطش نيجي بقى عشان نقيسها، نبص على التربه كده تلاقي على وش التربه كده زي لون ابيض موجود، فده برضو دليل من الادله بتاعت ظهور الاملاح. طب ايه مشكله اصلا الاملاح تبقى موجوده؟ وجود الاملاح في التربه بيعيق نمو النبات، وبيعيق ان اصلا الجذور تقدر تمتص العناصر الغذائيه كويس، وبيزود من امتصاص النبات للايونات السامه زي العناصر مثلا زي الكلور او الصوديوم او البرون، بالتالي النبات بيحصل له تسمم. يعني زياده العناصر ديت في وجودها للنبات او زياده امتصاص النبات للعناصر دي بتؤدي الى ان هو ما بيقدرش اصلا يمتص الغذاء، بالتالي بيحصل له تسمم، بالتالي طبعا النبات بينتهي. فدي كده كانت اغلب النقاط المهمه عن الاملاح. اخر حاجه طبعا علاج بقى الاملاح. علاج الاملاح بالنسبه للاسس والكلام ده سهل، يعني بنشيل الطبقه البيضاء اللي بتظهر دي اول حاجه بنشيلها طبعا. تاني حاجه بشوكه ونخربش سطح التربه لتهويتها كويس، وطبعا بعد كده بنرويها ريه شديده خالص غمر زي ما قلنا قبل كده، بنرويها مرتين ورا بعض او ثلاثه ريه غمر بحيث كل الاملاح الموجوده تنزل من فتحات الصرف، وطبعا بتنزل على طبق، بناخد الطبق ده بنكب الميه اللي فيه ونحطه تاني ونروي، بعد كده الميه بتنزل تاني بناخد الطبق تالت وهكذا لمدة مرتين أو ثلاثة. طيب في بعض الحاجات المهمة بنحطها في التربة بتقلل لنا من الموضوع ده، زي مثلا السماد العضوي. السماد العضوي مهم جدا في نقطة التخلص من الأملاح اللي موجودة. الهيوميك أسيد برضو مهم. عندنا الجبس الزراعي، الجبس الزراعي مهم جدا في طرد الأملاح من التربة. الجبس الزراعي اللي هو عبارة عن كبريتات الكالسيوم، يعني عنصر الكبريت وعنصر الكالسيوم مهمين جدا، يعني الجبس الزراعي مهم جدا في طرد الأملاح. طبعا بقى في بعض الحالات بقى الشديدة قوي وكده، بس يعني مش في مجالنا، ممكن نستخدم حامض الكبريتيك، وفي دلوقتي أجهزة مغناطة بتطرد الأملاح. يعني الحاجات دي يعني سبق لأوانها أو مش في محلها خالص معانا إحنا في الجزء اللي بنتكلم عليه خاص بزراعات الأسطح والبلكونات والكلام ده. فدي كده أغلب الحاجات. وطبعا سماد السوبر فوسفات الكالسيوم الأحادي برضه كويس جدا لموضوع الأملاح. فده كده كانت نبذة مختصرة جدا عن مشاكل الأملاح بتقابلنا وإزاي نعالجها. طيب كان معانا كده ده السؤال الثامن. لسه طبعا احنا كده اتكلمنا عن الاملاح. طيب قلويه التربه، استاذ برضو سلمى بتسال عن حاجه عن المسمى قلويه التربه عباره عن ايه. قلويه التربه يعني احنا عندنا في حاجه اسمها بي اتش. بي اتش التربه ده مقياس، يعني زي مقياس كده لو اعتبرنا في شريط قدامنا متدرج من 0 لحد 14، رقم 0 لحد 14 وفي النص 7. عندنا من 7 او نقول التعادل البي اتش في درجه حموضه وقلويه التربه، تمام؟ يعني بي اتش حموضه وقلويه التربه. طيب كل ما بننزل ناحيه الصفر التربه كده بيتقال عليها الوسط، التربه وسط حامضي، وكل ما بنطلع على ال 14 وبنقرب من 14 ده بنقول عليه قلويه التربه، بيكون التربه وسطها قلوي. طيب التعادل او ايه افضل حاجه للنبات؟ افضل حاجه لاي نبات مهما كان نوعه، افضل حاجه انك انت تبقى في الوسط، اللي هو يعني تحاول تحافظ على البي اتش بتاعتك تبقى من 6.5 لحد 7.5. من 6.5 ل 7.5 يعني وافضل وسط ان احنا نزرع فيه النباتات من 6.5 ل 7.5، هتخرج بره مشاكل حموضه التربه وهنتكلم عنها بعد كده، وبره مشاكل قلويه التربه خالص، يعني هنخرج بره الدايره دي وبره الدايره دي، هنفضل في الوسط، وده افضل شيء لنمو النباتات. لانك انت في حموضه التربه، لو الحموضه زايده
بيسبب عندك مشاكل كتير جدا، خصوصا في نقط الامراض الخاصه الفطريه والبكتيريا يعني بالزياده خالص. ولو وفي نفس الوقت في نباتات او في لو انت الوسط بتاعك حامضي فيه عناصر مغذيه يعني اسمده، النبات ما بيقدرش يمتصها في الوسط الحامض. وفي نفس الوقت نفس النظام القلوي، لو انت النبات بتاعك البي اتش التربه بتاعتك البي اتش بتاعها نفس النظام فوق 7.5 يعني 8 مثلا ل 9 والكلام ده زي مصر كده، يعني مصر الارض بتاعتها اللي هي الطينيه اللي احنا بنشوفها في الغيطان وفي المزارع وكده، الارض ديت دي اسمها ارض طينيه، والارض دي قلويه البي اتش بتاعها قلوي، وده يعني 90 او 95% في مصر هي الارض بتاعتنا بتميل للقلويه. تمام، بس يعني ده كده باختصار فكرة. وطبعا في عناصر برضو في لو الوسط بتاع القلوي في عناصر مغذية بنضيفها برضو، الأرض القلوية مش بتستفاد منها، لازم نضيف العنصر بصورة معينة، يعني مثلا عنصر فوسفور في منه حمض الفوسفوريك وفي منه سماد السوبر فوسفات وفي منه الماب والدب، في كذا حاجة منه بنضيفها. ما ينفعش ان انا اختار اي حاجة منها كده واضيفها وخلاص للأرض القلوية، ولا اي حاجة منها وخلاص واضيفها للأرض الحامضية. لازم يكون صورة السماد نفسه أو صورة العنصر ده في صورة معينة صالحة إن هي تضاف للوسط التربة ده، بحيث إن النبات يقدر يستفيد منه منعا لإهدار أصلا المال، لأنك أنت ممكن تحط طن من السماد ده لكن في نفس الوقت النبات أصلا مش قادر يستفيد منه، موجود بس في الأرض والنبات مش بيمتصه أصلا مش شايفه قدامه. فده كده بشكل اختصار نبذة عن القلوية التربة. طيب الأملاح اتكلمنا عنها، السؤال كان برضو بتتكلم بتسأل على أعفان التربة. طيب هو أعفان التربة ده هنعمل عنه يعني فيديو مستقل برضو، لأن هو برضو موضوع كبير، لكن باختصار شديد والحاجات المنتشرة قوي إنك أنت الأعفان نتيجتها عندنا في الأسس الزراعية يا إما بيكون زارع في تربة اصلا مش كويسه وفيها مسببات مرضيه، او يكون زرع في تربه حامضيتها شديده من غير اضافه المحسنات ليها، بيكون طبعا فتحات الصرف عنده مقفوله ما بتكونش فاتحها كويس من تحت، فتحات الصرف اللي تحت القصيص اما تكون مقفوله مسدوده اصلا فبيحصل تراكم للميه تحت، بالتالي سوء تهويه وسوء تصريف، بالتالي الجذر بيعفن والنبات بيموت، او ان الفتحات بتبقى صغيره خالص ما بتسمحش بمرور الميه بشكل افضل. عدم تهويه التربه دي برضه من اكبر المشاكل، بتلاقي التربه قدامه يجي يسقي وخلاص، يجي اليوم اللي بعده يسقي وخلاص، كل يوم وهكذا وهكذا. لا احنا على الاقل عايزين كل مثلا 10 ايام او قبل مثلا يعني لو قلنا كل 10 ايام معقول خالص، او كل اسبوع شوكه بشوكه او بسكينه باي حاجه ونخربش سطح التربه، نخربش سطح التربة ده بيعمل على إدخال أكسجين للتربة للجذور، فبالتالي ما بيحصلش إن شاء الله عفن، أو بيقلل طبعا من فرص تواجد الأعفان في التربة. فدي نقطة مهمة جدا، نقطة التهوية، خربش سطح التربة بأي حاجة. وبعد كده مثلا لو احنا المفروض هنروي بكرة، يعني أنا بصيت على التربة النهاردة لقيتها خلاص بدأت تنشف قربت، وانا مثلا المفروض هاجي اروي بكره، خلاص اروح جاي دلوقتي ماسك الشوكه ومخربش سطح التربه وسايب النبات زي ما هو، هاجي بقى اليوم اللي بعده اروح جاي اروي عادي جدا. تمام، ده كده بالنسبه لاهم الحاجات او اهم النقط اللي احنا نخلي بالنا منها عشان نتجنب بقدر الامكان الاعفان اللي بتحصل في التربه. وطبعا نتاكد ان السماد العضوي اللي بنضيفه في التربه لازم تتاكد ان هو يكون متحلل تحلل تام، ويفضل يعني يكون في صورة كومبوست، ويكون من مكان موثوق منه، يعني مصدر ثقة ان هو بيشتغل صح وبيعالج الكومبوست بتاعه صح، فبالتالي ما بيطلع لك خلاص خالي من المسببات المرضية والكلام ده كله، فده مهم جدا. طبعا عدم اضافة المخلفات اللي في المطبخ، يعني مثلا قشر القشر بتاع الفواكه او البن بتاع القهوه او تفل الشاي، الحاجات الموجوده ديت ومنضفه مباشره في التربه وبنسمع عنها الكلام ده مش صح، وده من الحاجات اللي بتسبب عفان اصلا في التربه. لا لازم الحاجات دي كلها بتتاخد وبتتحط في صوره كومبوست، يعني بناخد الحاجات دي كلها وبيحصل لها زي كمر، وبعد كده بتتعالج، وبعد كده
بنقدر نستخدمها. وهنعمل بوست يعني هنعمل بوست او فيديو تاني منفصل لوحده خالص عن طريقة ازاي تعمل كومبوست من المخلفات الموجودة عندك في المطبخ، المخلفات النباتية يعني مثلا قشر الفواكه والخضروات والاوراق النبات الجافة اللي اي حاجة من الحاجات دي، ده كله ممكن ناخده ونعمل بيه سماد. لكن ما تتاخدش زي ما هو كده واروح جاي حاطه في التربة واقول كده النبات هيستفيد، لا يعني لو حتى لو هتقول النبات هيستفيد 1% هيتضرر 90%، فده مش الصورة الصالحة ان النبات يستفيد منه. لا، الصورة الصالحة ان احنا ناخد الحاجات دي ونحطها نديها للنبات في صورة كومبوست. لكن ما ينفعش اروح جاي زي العيل الصغير، ما ينفعش اخد حتة لحمة واجي اكلها له كده، ما هو مش عارف ياكل اصلا، مش عارف ياكل، لازم تقطعها له نساير وحتت وبتاع وتبقى مفرومة او في شوربة. هو ده اللي احنا بنعمله بالظبط. طيب ده كده الحاجات الغالب اللي بتيجي من بتسبب الاعفان. طبعا موضوع الري الزياده ده من اكبر المشاكل كلها، لازم يبقى الري خفيف على قد النبات وعلى قد القصيص، وما ينفعش حد يجي يقول لك تروي كل يومين او زي المقالات اللي بنشوفها مثلا في الفيس او على جوجل او اي مكان يقول لك الري مرتين في الاسبوع، الري مره في الاسبوع، الري مش عارف مره كل ده، ما ينفعش تحدد ايام خالص. حسام غير محمد غير علي غير احمد غير اللي في مصر غير اللي في السعوديه غير اللي قاعد في الشام غير اللي قاعد في القاهره وغير اللي قاعد في الساحل، يعني غير اللي بلكونته بحري وغير اللي بلكونته قبلي، غير اللي تربته بتمس مع مثلا رمل وغير اللي تربته طينه مع يعني الكلام ده كله مش ينفعش ان انا اطلق واقول رأي كل قد كذا وناس كتير تزعل. لا ما تزعلش، هو انا مش خاسس علي ان انا اقول لك اروي كل قد كده، ده اسهل لي انا. لكن الصح انك انت تروي لما سطح التربة يجف، لما سطح التربة يجف، دي القاعدة العامة. لما تعرف ازاي بايدك وتاخد قبضة من التربة كده وتبص عليها، والله اتشكلت في ايدك، عملت عجينة في ايدك زي العجينة كده، عملت عجينة اتشكلت يبقى كده مش عايزة مية، لسه رطبة. طيب ما عملتش ومفرولة معاك ونزلت متفتتة يبقى كده ايه، عايزة تتروي. وغي على حد على قد حجم القصص، هي مرة واحدة او مرتين هتبدأ تروي وهتعرف المقدار بتاعك او مقدار الري المناسب للقصيص بتاعك. هترش هتحط كوباية، هتحط نص، هتحط كوبايتين، هتحط لتر، ده كله حسب حجم القصيص اللي عندك وحسب نوع التربة اللي عندك والجو طبعا اللي عندك. فده كده بشكل عام عن الاعفان. طب العلاج بتاع الاعفان لو لا قدر الله ظهرت نعرف ازاي؟ بتلاقي على التربة كذا حاجة، يعني ممكن تلاقي مثلا لون اخضر، اللون الاخضر ده ريم او بيتقال عليه طحالب، ده نتيجه طول زيت الري وسوء التهويه وسوء الصرف والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده كله. النبات يكون في ظل ما بياخدش شمس كويسه لو هو لازم ياخد شمس كويسه، يعني دي كلها من المشاكل. طيب ممكن مثلا تقابل ان التربه مثلا الوش بتاعها تلاقي عليه زي لون ابيض وهي رطبه، يعني كنا قلنا في الاملاح ده الفرق شويه، يعني من الفروقات اللي بين الاملاح وبين العفن ان الاثنين بيبقى فيه لون ابيض على التربه، لكن العفن الاملاح بتظهر لما التربه تنشف بتلاقي فوق في طبقه ملحيه لسه موجوده مترسبه على سطح التربه. في الاعفان بتلاقي موجوده والتربه رطبه، يعني والتربه مبلوله ورطبه، بتلاقي برده في الاعفان دي موجوده اللون الابيض ده موجود، وفي نفس الوقت بتحس ان هو عامل زي الزغبي شويه، يعني هيئته زغبيه شويه او اشبه بخيوط او بكتل خفيفه. تمام، ده بالنسبه للاعفان. طيب ممكن تلاقي مشروم اللي هو الفطر طالع من سطح التربه، دي برضو من الحاجات اللي بتدل انك انت خلي بالك انت كده بتصرف في الري، خلي بالك انت كده الفتحات القصيصه عندك مش كويسه، خلي بالك عندك سوء تهويه، خلي بالك عندك سوء تصريف، ده كده خلي بالك حاطط نباتك في ظل تام من غير التربه ما يوصلها اشعه شمس كويس. فالحاجات دي كلها بتقول لي خلي بالك عشان انت كده داخل في مرحله مش كويسه. طيب الحاجات عموما دي كلها احنا بنشيلها، سواء الطبقه الخضراء الطبقه البيضاء سواء ظهر الفطر، الحاجات دي كلها بتشيلها خالص من على سطح التربه كده، بتقشطها وبتشيلها. وبعد كده طبعا بقى تعمل عكس اللي احنا قلناه، يعني مثلا سوء التهويه يبقى خلاص حضرتك هتظبط التهويه بخربشه سطح التربه، سوء التصريف يبقى هتروح فاتح مزود الفتحات او موسع الفتحات عندك وطبعا يبقى القصيص على طبقه، ولو لقيت في مره انت رويت ولقيت الطبق تحت اتملى تروح واخد الطبق ده وكبه، لانك انت الطبق ده اللي فيه ميه لو فضلت سايبها كده القصيص التربه هتشرب الميه دي تاني بحاجه اسمها طريقه النشع،
هتلاقي التربه راح شربت الميه دي تاني، وانت مش عايز تزود عن كده اكتر اصلا، انت الميه زياده نزلت شويه هتروح النبات جاي من ممتصها تاني، وده مش صح. طيب الري زياده يبقى ايه؟ هنخفف الري، فبالتالي احنا كده عكسنا كل المشاكل، عكسناها بقت حلول. زائد بقى حاجه اخيره اللي هو المبيدات الفطريه اللي احنا بنستخدمها عندك، المبيدات الخاصه بالاعفان. طبعا في انواع الاعفان كتيره، وانواع المسببات الفطريه كتيره، وفي مسببات بكتيريا، وفي مسببات نيماتود، في حاجات كتيره، لكن انا بتكلم على العموم او الغالب او الشائع اللي بيكون موجود عندنا. انك انت عندك بنستخدم حاجه من 3 مبيدات دول كويسين جدا، مبيد اسمه ريدوميل جولد، ومبيد اسمه توبسن ام، مبيد ريزوليكس. التلاته دول كويسين، التلاته كلهم بيشتغلوا على نقط اللي احنا اتكلمنا عليها الخاصه بالاعفان او بالفترات اللي بتكون موجوده في التربه. فبعد ما بنعمل الحاجات دي كلها وبنظبط الملاحظات اللي قلنا عليها ديت، خلاص ما دام ظهر بقى عندنا هنقشط الطبقه زي ما قلنا ديت. وبعد كده في الميعاد، يعني مثلا المفروض اغوي بكره، خلاص اروح جاي بكره وراوي التربه بالجمود الفطري بالمعيار المكتوب على العبوه، يعني مثلا مكتوب 3 جرام مثلا على لتر ميه، خلاص اخد مثلا معلقه صغيره ممسوحه، معلقه شاي صغيره ممسوحه على لتر ميه، وادي القصيص مثلا لو القصيص مثلا 20 سنتي مثلا، ممكن اروح جاي مديله ربع كوبايه من المحلول ده، ربع كوبايه من المحلول اللي احنا عملناه بتاع مبيد الفطر، وتكمل الباقي ميه عادي. بس دي كده عملناها مره، تيجي مثلا بعد كمان 4 5 ايام تعملها كمان مره، وان شاء الله كده تبقى الدنيا كويسه. ظهرت تاني، حصل مشاكل تاني، يبقى الافضل بقى تواصل مع حد تاني متخصص عشان يشوف لك، لان في بعض المبيدات بتشتغل مثلا على فطر مثلا الفيوزاريوم مثلا، بيشتغل على فيوزاريوم بس، بيشتغل على بيسيوم بس، بيشتغل وهكذا على ريزكتونيا، فلا، وفي حاجات بتشتغل على 2 منهم. فالموضوع بس لما توصل للمرحله دي قدر الله، مرحله العفان دي، بتوصل احسن مع حد متخصص عشان يقول لك بالظبط تستخدم ايه مع ايه. تمام. طيب ده كده بالنسبه للاعفان. في ايه تاني؟ عندي تربه من ارض زراعيه مستعمله وفيها بذور، زي ما قلنا في الاجابه بتاعت سؤال استاذ هشام منصور، السؤال التاني تقريبا، لو قريت حضرتك ترجعي له هتلاقي فيه الاجابه. طيب اتعامل مع التربه الطينيه ازاي وفيها كتل؟ نفس النظام برضو، الاجابه عند سؤال الاستاذ هشام منصور نفس الفكره، اللي هو خدنا التربه الطينيه هتتعامل معاها ازاي؟ جبت التربه الطينيه من الارض الزراعيه من المشتل، طيب هتتعامل معاها ازاي؟ الخطوات بتاعتها وخطوات تحسين خواص التربه وي وي والكلام ده كله، ده قلناه في الاجابه عند الاستاذ هشام منصور. طب يعني ايه كومبوست؟ طيب الكومبوست سماد عضوي، يعني نقول سماد طبيعي من غير كيماويات، ده كده الكومبوست. طب انواعه، عندك كومبوست حيواني، كومبوست نباتي، كومبوست خليط بين الحيواني والنباتي. طيب ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان الكومبوست النباتي ناتج عن اصل نباتي، يعني ناتج عن كل ما هو متحلل من النباتات، سواء بقى كان الاوراق الشجر، سواء كان المخلفات اللي هي قشور الفواكه، قشور الخضروات، الكلام ده كله، ده كده ناتج عن ايه؟ اصل نباتي. طيب الكمبوست الحيواني ناتج عن مخلفات الحيوانات، لكن طبعا مش مباشره وتتحط، لا، بتتاخد وبيتعمل لها معاملات معينه، وبيتعمل لها بعد كده معالجه حراريه، وبعد كده بيجي لنا بقى في صوره الشكاير اللي بتتباع اللي احنا بنشوفها. طب الحيواني والنباتي بيبقى ميكس بين الاثنين، خليط بين الحيواني مع النبات، ده كده ايه الكومبوست اللي احنا بنقول عليه. وطبعا مهم جدا اضافته لاي نوع تربه مهما كانت، هنستخدم بيتموس ورمل، هنستخدم طين ورمل، اي مكان مهم جدا يعني ان احنا نضيف الكومبوست. واتكلمنا عن السماد العضوي في السؤال برضه سابق، لو عايزين ترجعوا له تاني. طيب ده كده السؤال استاذه سلمى. طيب عندنا السؤال العاشر، التربة القديمة، أستاذة موني نونا، التربة القديمة لما يكون على الوش لون أبيض سببه إيه؟ ده بالظبط لسه شارحينه من شوية، قلنا غالبا يا إما يبقى أملاح يا إما فطريات أو الأعفان. والأملاح قلنا لو التربة جافة هتظهر على وش سطح التربة، هيظهر الأملاح. العفونة هتظهر حتى لو هتظهر في وجود رطوبة التربة،
وقلنا الفرق بينهم من شوية. طيب تمام،